مشاركة من الشاعر حمد بن زيق الجابري، تفضل يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيث القلوب وبلسم الأكباد قول الكريم المستعان الهادي وقول سيدنا نبيه محمد وما ذكر في صادق الإسناد. وقفت في هذا المقام مكلفا ومرحبا في حلة الأجواد، مكلفا من غيهب الجود والكرم نواف ابن غويزي الردادي. يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في كل مرحبا ما ضربت في بعضها الأعداد. أهلا وسهلا بكم ومرحبا وحياكم الله باسم أهل المدينة كلهم. المشاركة يقول المبتدأ باسم الله المعبود ورد السلام، والسنها المسلم يسلم مثل سلم المسلمين، وصلوا على من بين دروب الحلال من الحرام اللي بعثها الله وخلانا على تقوى ودين. في ليلة طير السعد فيها عيونه ما تنام، وحنا يشرفنا الحضور اللي يسر الناظرين. يا من دعيناكم وجيتونا لكم قدر ومقام، الله يرفع قدركم بين العباد الصالحين. يا من دعيناكم وجيتونا لكم قدر ومقام، الله يرفع قدركم بين العباد الصالحين. يا مرحبا ترحيبة النملة بها صدور الحشام، ونعيدها ونزيدها في كل وقت وكل حين. في صدورنا لكم مقام وفي قلوبنا لكم احترام، في صدوركم لنا مضيف، في صدورنا لكم مضيف وفي قلوبنا لكم احترام. تفضلوا والله يحييكم على سمن وسمين. يا مرحبا ترحيب تنتجلى عن الكون الظلام، ما تخص واحد دون أحد تعم كل الحاضرين. إعداد من لبس الحرام وطاف بالبيت الحرام، وإعداد ما تمطر مزون الوسم من وبل الغشين، ولد من طعم العسل وصح من كل الطعام، ومفقده ومنقده والشك ينفاه اليقين. يقول هنواف وإحنا درع جنبه والحزام، بل واجب الغصاب ما نرتاب والقاسيلين. كلام أقوله واحتميه وله ومنية كلام، ولا نقبل الزودة ولا نهضم حقوق الآخرين. واللي غرس الطيب يجري طيب حقه ما يضام، واللي يبى درب العلا يسلك طريق الغانمين. وخير الختام اللهم صلي على سيد الأنام، نبينا اللي ربي اختار ختام المرسلين. واسمحوا لنا على التقصير، وحياكم الله مرة ثانية في المدينة المنورة وعند أبو عبد الله. يقول الواقع اللي شغل فقري وهو جاسي، ظلام خط الحياة اللي قهر ضوي، أقفى شبابي وشبت وتثرت وناسي، وسل الزمن سيفه بوجهي وأنا توي، ما غير أفكر وكني خابر وناسي، وزادت ظروف الحياة وعكرت جوي، ما غير أفكر وكني خابر وناسي، وزادت ظروف الحياة وعكرت جوي، وعجاج غبر السنين يلين القاسي، ويذكرك في زمان فيه متقوي، والناس ما عاد وهم ربعي ولا ناسي، وإبليس ما مات فوق الأرض ويغوي. ولاني مرتاح في سيري ومجلاسي، جالي جاهل مصيري وانا بالعلم متروي، وعوامل التعريه عرتك يا راسي، واللي بقي من شعرك ابيض ومتلوي، وعوامل التعريه عرتك يا راسي، واللي بقي من شعرك ابيض ومتلوي. خلك على ما يقولون العرب، خلك على ما يقولون العرب قاسي، لا تقول بفعل واسوي وانت ما تسوي، ولا بد من ساعه فيها الفضا انفاسي، وش عاد لو كنت متحجم ومتكوي. وسلامتكم حصان وجهه. هذه قريبه ايام الوطنيه هذه الرحمه. يقول يا دارنا مجدك ورا كل ما قيل، مهما تصرف في جميع القنوات، مجد انت ورثناه جيل بعد جيل حتى تميزنا بكل المجالات. بدأ من الصحراء على الجيش والخيل، حتى وصلنا للقمر والمجرات. هذا بالمناسبة الأيام الوبع اللي طلعوا سطح القمر ما دور راحة. بدأ من الصحراء على الجيش والخيل، حتى وصلنا للقمر والمجرات، في عهد من يوفون كل المكاييل للسعود، مذللين الصعوبات اللي لهم هيبة مثل هيبة السيل في عيونهم،
تصغر كبار المهمات شرب المصايب مثل شرب الفناجيل قد قالها فهد ولا به مروات وحنا سعوديين جمله وتفصيل من مات منا دون حد من مات منا دون من مات من دون الوطن حي ما مات حدودها قامت بروس الرياجيل اللي تهاوت بالسيوف الصقيلات وحنا العرب من عهد ابونا اسماعيل ايامنا ايماننا بالله رب السماوات دستورنا منزل من الله تنزيل رسولنا محمد بخير الرسالات سلامتك صح بدنك يا سعود وين سعود ما عاد باقي شيء نقوله غير خلي يجيب وحده غزليه من هالسنين يوم اني شباب طيب طحت من فوق السياره وعورني ظهري طيب هذا عام كم والله قديم يوم اني شباب طيب الحمد لله على السلامه والله ما دام ويوم اجلس برا وانا ما احرز امشي في واحد ينظر فيا وعرب ينظرون في من بيت ثاني فعاد انا اقول يلي ورا الشباك يا بنت يلي من ورا الشباك فيا التنظرين ام افتحي حتى نشوف زين ولا سكري شوفي عاد كنت لابس ثوب وشماغ سكري اول ما وردت الشماغ السكري هذيك اللي كنا بيضه يقول يا بنت يلي من ورا الشباك فيا التنظرين ام افتحي حتى نشوفك زين ولا سكري يا بنتنا اللي يا بنتنا اللي حاني ظهري انا غبر السنين ومن كثر ما ندور مصدر يا ضوامي صدري انا بدوي يا بنت لا منه وطل قاسيلين والضب لا مني لقيته في مقام القنبري والله اني ضيعت الباقي بس عاد ما ادري وين راح والله مشفر الباقي سلامتكم والله